هذه المقاعد عفاني تماما ومحيط. أقوم بدورة تدريبية عن فنون وتصميم العمل المؤسساتي بالتعاون مع أكاديمية آفاق. الغاية منها طبعا محاور الدورة بناء العمل المؤسساتي، مفهوم العمل المؤسساتي، التجديد في المؤسسات وعدة محاور أخرى. طبعا المدعوين هم من المؤسسات في الشمال السوري، في ريف حماة بالتحديد، من مديرية الصحة، مديرية التربية، مجالس محلية، دفاع مدني، بعض منظمات المجتمع المدني. الغاية منها هو رفع قدراتهم للعمل في مؤسساتهم بشكل أفضل والتجديد الدائم في عمل المؤسسات. اليوم تم استدعائنا لحضور دورة تدريبية لمدة 3 أيام حول فنون تصميم العمل المؤسساتي. اليوم الأول تم التعريف بمفهوم العمل المؤسساتي، أهمية العمل المؤسساتي، أهداف العمل المؤسساتي. شايفين هم ممكن عبارات نوع العمل بتكون تتبع للفردي أم جماعي. أي نشاط من نشاطات الاجتماعية لازم يكون في مكان يجتمعوا فيه الناس وكذا، ثم القيادي الواعي يأتي بالكلام.